اول حاجه باللحمه، واول حاجه عايزه اعملها ان انا اجيب حله احطها على النار، ويا ريت نخلي الحله بتاعتنا كبيره عشان مش عايزين نزنق اللحمه، عايزينها تبقى براحتها تماما وبتتشوح براحتها تماما هي وكل الحاجات اللي معاها. هحط الحله بتاعتي تسخن كويس واجي اقول لكم المقادير. مقاديرنا اللحمة بدبس الرمان هتكون عبارة عن كيلو من اللحمة المكعبات البتلو، ممكن كندوس طبعا ما فيش مشكلة بس هتاخد وقت أكتر في السوى، وثلاث بصلات حمر مقطعينهم جوليان، واحد فص واحد فلفل رومي متقطع جوليان، واثنين فلفل ألوان جوليان، واحد فلفل أحمر حامي شرايح، وست فصوص ثوم شرايح، أربعة بطاطس مكعبات وتكون مقلية، كوباية حمص وكوباية كزبرة مفرومة، ولتر من مرقة اللحمة على مدار السوى هنحتاجه وقد ما نحتاجهوش كله، نص كوباية من دبس الرمان، معلقتين صغيرين من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وورقتين لورا، ومعلقتين صغيرين من القرفة الباودر، ورشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. هقدم معاها رز ابيض وهتبقى أكلة جميلة جدا جدا جدا. والحاجة الأولى اللي هنبدأ بيها هي اللحمة، واللحمة علشان نبدأ بيها محتاجين نسخن الحلة بتاعتنا كويس جدا ونسخن فيها سمنة أو زيت براحتكم، خلينا في الخفيف النهاردة، خلينا في الخفيف فنعملها بالزيت، لا خالص، هو كان في حاجة تانية، يلا بينا عادي، سمنة أو زيت كله ينفع يا نور، ممكن زبدة حتى كمان مفيش مشكلة، نجيب بس سباتشولا ونيجي نشتغل. عايزين نتأكد إن اللحمة بتنزل في حلة سخنة، فنعمل تيست كده في واحدة، لا أنا محتاجاها تكون أسخن من كده كمان، فهستنى شوية علشان مش عايزة اللحمة تنزل ميتها خالص. أسوأ حاجة ممكن نعملها للحمة إن إحنا نخليها تنزل مية، فعلشان ده ما يحصلش لازم نحط اللحمة في حلة سخنة جدا جدا، أيا كانت المادة الدهنية اللي إحنا استخدمناها زبدة أو سمنة أو زيت، لازم برضو يكونوا متسخنين كويس جدا. ويفضل إن إحنا ما ناخدش كده طبق اللحمة ساقعة من التلاجة نقوم دلقينه في الحلة، لا، بنطلع اللحمة تفقد أي برودة وترجع لدرجة حرارة الغرفة، وننزلها واحدة واحدة عشان ما ننزلش درجة حرارة الحلة. اللي أنا بقوله ده هو تعليمات تشويح أي لحوم أو طيور أو يعني أي لحمة هتتشوح، سواء يعني مش لحمة بس، مش لحمة حمراء، فراخ أو لحمة أو أي أو جمبري أو أي حاجة بيتشوح، بينطبق عليه الكلام اللي إحنا بنقوله ده دلوقتي عشان تتم عملية التشويح بطريقة صحيحة، وعشان أضمن إن أنا بحقق الكلام اللي بقوله لكم ده، مش بقول كلام وخلاص. هاخد تونج او المساكه دي وهنزل قطع اللحمه بالهداوه كده واحده واحده عشان ما نزلش درجه حراره الحله، وادي كل مكعب فرصته في ان هو يتشوح كويس. الوصفه دي ينفع تتعمل بحاجات كتير، ينفع تتعمل بموزه، ينفع تتعمل بلحمه اللي هي بتتقطع رفيع خالص الاستراجانوف دي، ينفع تتعمل بفلتو، ينفع كمان تتعامل بسمانة متقطعة مكعبات، رقبة، كل بس ده هيفرق بقى في وقت السوى. شايفين انا لحد دلوقتي عمالة احط في اللحمة بهدوء خالص وبرواق، وعشان كده اللحمة ما نزلتش اي حاجة من ميتها ولا هتنزل، انا كده خلاص عارفة ان شغلي صحيح ومظبوط ومش قلقانة. وبنكمل واحدة واحدة، بس اللحمة نزلت كده واحدة واحدة وعلى الهادي خالص، فبالتالي احنا عارفين انها مش هتنزل مية. دلوقتي يجي دور ايه؟ يجي دور التوابل. اولا انا هحط لها فين؟ ورق اللورة اهو، هحط معاها على طول ورق اللورة، كل التوابل بقى، الحبهان، جوزة الطيب، والقرفة، والسبع بهارات. الحاجة الوحيدة اللي مش هحطها دلوقتي هي الملح، عشان الملح هيبطئ السوى وهينزل مية اللحمة، ويدي السبع بهارات كمان، ويدي الفلفل الاسود. ايه كمان بينزل مية اللحمة واحنا بنشوحها؟ التقليب الكتير، ما بنقلبش كتير يا جماعة، بنطول بالنا كده ونستنى لما تتشوح عشان نقلب،
وده اللي يضمن لنا ان التقليب يحصل من غير ما برضو ينزل لي ميه اللحمه. كل ده احنا قاعدين ايه نركز في ان احنا ما ننزلش ميه اللحمه خالص. يلا ممكن اقلب دلوقتي وهلاقي طبعا ان الحله ما فيهاش غير الزيت، ما فيش اي سوائل تانيه نزلت من اللحمه، واموري كلها تمام عشان انا احترمت التكنيك اللي انا بشتغل بيه. السربعه والكروته وارمي في الحله بسرعه ومش مهم مش فارقه، كل ده هو اللي بيأثر على خطوات طبخنا وبيأثر جدا في النتيجه النهائيه. بدل ما اكل مكعبات لحمه كده مليانه جوس وعصاره، هاكل مكعبات لحمه ناشفه وبتشد ومفتله ومش الطف حاجه خالص. تمام، اللحم بتاعتنا اتشوحت كويس قوي قوي قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد البصل ننزله عليها، ممكن تقطعوه مكعبات لو حابين، ومع البصل هننزل الثوم والفلفل الحامي. نقلب كل الكلام ده مع بعضه. ودلوقتي بقى بدأ الموضوع يروح في حتة تانية خالص من ناحية الطعم. كل ده لاحظوا انا ما حطيتش ملح خالص، انا هخلي الملح للآخر عشان انا عايزة اللحمة تستوي بسرعة. هندبل البصل والفلفل والثوم. هاجي دلوقتي احط دبس الرمان على اللحمة. كل المقدار، هقلب كويس جدا. وهبدأ أضيف بقية المكونات. عندي إيه؟ خلوا الفلفل للآخر خالص. عندي الحمص هضيفه من دلوقتي. وعندي كمان البقدونس هسيبه للاخر، والبطاطس لسه برضو شويه عليها. لما تقرب كده اللحمه من السوى هنضيف البطاطس وبقيه الحاجات دي عشان ما تتهريش. هبدا بقى اعمل ايه؟ هسقي اللحمه شويه ميه صغيرين، مرقه قصدي مش ميه، وممكن ميه على فكره مفيش مشكله، وهقلب واسيبها تتشربهم كويس جدا. وكل ما تتشرب اللحمه شويه مرقه هقوم انا ضايفه شويه كمان، ده عشان تستوي معايا. ولو استوت من غير ما تشرب مرقه خلاص تمام مفيش مشكله، بس المكعبات اللي عندي لا لسه محتاجه شويه سوا، فانا هسيبها على النار تستوي براحتها بقى. وفي اثناء السوا بنضيف بقيه المكونات اللي قدامنا دي. لو حطينا طبعا الفلفل من دلوقتي هيتهري قوي، لو حطينا البقدونس هيتهري قوي، نفس الكلام ينطبق على البطاطس، علشان كده ما بنحطهمش من الاول. اللحمه شايفين بقى المنظر رهيبة، صوصي وجميلة وآخر حلاوة، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. ونقدر دلوقتي نحط لها الفلفل واحنا مطمنين انه مش هيتهري، الرومي احمر واصفر واخضر، وهنحط كمان البطاطس. وكده يبقى كباب الحلة خلاص على اخر غلوة، ونشيله من على النار. شوية الخضرة المفرومين وممكن تستغنوا عنهم وممكن تبدلوهم بأي حاجة تانية انتوا بتحبوهم. وهنقلب بس عشان البطاطس تاخد من طعم اللحمة شوية وقت صغيرين خالص على النار، هيخلوا اللحمة دي جاهزة للأكل على طول. بس كده.